But don't underestimate the power of the small. أنا بدي أقول إحنا هون مجموعة صغيرة، هذا الأردن كبير وأكبر منا بكثير، وإحنا طبعاً دائماً نسمع عنه إنه هو محوري وأساسي ومركز العالم كله يدور حول الأردن، كل العالم يدور حول الأردن، إحنا ننسى هالموضوع، نحكي إنه إحنا جماعة صغار بس كل شيء كبير بدا صغير. إذا بنخرج من هذا الاجتماع بقرار أن نؤسس مجموعة من أمهات لتغيير التعليم. المدرس الأول في عصر المعرفة للطفل هذا هو الأم مش الأستاذ. الأم الأستاذة هيفا بتعلمه كأم قبل ما يدخل على المدرسة عندها. بيدخل على المدرسة متعلم. ما في طفل اليوم بيروح للمدرسة من اللي الله أحضاهم بأنه يكون عندهم بيت معرفي اللي فيه إنترنت وفيه اتصال وأداة معرفة. يتعلم المعرفة، يتعلم القراءة والكتابة، يتعلم البحث عن أي معلومة بده إياها وهو طفل 3 سنين. أنا شايف أطفال 3 سنين بياخذ الجهاز وبيفتش على اللعبة اللي بده إياها وبيلعبها. هذا الطفل لما يدخل للمدرسة هو اوريدي درس. مين درس؟ أمه. من له المصلحة الأساسية في التعليم؟ الأم مش الأب. الأب نادر ما يعرف شيء عن التعليم. أنا بناتي تخرجوا من بنتي تخرجت من هارفارد بزنس سكول كمان مثلك ما تشوفي حالك يعني، وحفيدي السنة تخرج من ييل، وحفيدي الثاني دخل ييل السنة، وحفيدي الثالث بلندن سكول اوف ايكونومكس. بس كله هذا مش هذا هو. ليش يروح يدخل لندن سكول اوف ايكونومكس وليش يروح على ييل وليش يروح على هارفارد؟ ليش ما يكون عندي هارفارد؟ ليش ما يكون عندي ييل؟ ليش ما ندرك اذا احنا دولة عظيمة وامة عظيمة وهذا الشعب كل يوم الاشعار عن الاردن وعظمة الاردن؟ خلينا نطبقها. بدك تطبقها ما في الا التعليم. ليس هنالك طريقة لحل كل مشاكل الاردن الا التعليم. مشكلة نفسية تعليم، مشكلة اجتماعية تعليم، مشكلة اقتصادية تعليم. انا دائما بحب استعمل مقارنة بين الاردن وبين فنلندا. الأردن 7 مليون، فنلندا 7 مليون. الأردن فقير في الموارد الطبيعية، فنلندا أفقر لأنه عندهم 9 أشهر مطر وثلج فيش شمس. الناتج القومي الأردني 30 مليار، الناتج القومي الفنلندي 180 مليار. عيب. ليش 30 إلى 180 لدولتين متساويتين؟ الجنس تبعيتهم مش أحسن منا. ما عندهم مساعدات أبدا، ولا بياخذوا مساعدات ولا معونات من أي دولة في الدنيا. ما فيش USAID تساعدهم، وفيش European Union يساعدهم، ما حد بيساعدهم. بيساعدوا عندهم ناتج قومي 180 مليار يا سيداتي، بغير، وإحنا 30 مليار ونطلب مساعدات وقروض لنسد العجز. ليش 180 واحنا 30؟ لان فنلندا تصنع المعرفة وتبيعها ونحن نشتريها ندفع حقها. فنلندا دخلها الناتج القومي تبعها كله من بيع الانفورميشن تكنولوجي انفنشنز. هذا البلد ما له حل لا في اقتصاده ولا في وضعه الامني ولا في كل شيء الا في موضوع أن يدخل وينتقل إلى اقتصاد المعرفة. كيف ينتقل اقتصاد المعرفة؟ بالانتقال إلى التعليم المعرفي. احنا آخر دولة في المنطقة في موضوع الحكومة الإلكترونية، بينما كانت أول دولة، وأنا أتكلم هالكلام لأني كنت طرف في هذا الموضوع، نادوني دبي على تلفزيون دبي أشرح لهم شو يعني الحكومة الإلكترونية. شو يعني حكومة الإلكترونية؟ هل تعني أنهم مربطين الوزراء بشرايط؟ في تلفزيون دبي. أصبحت دبي اليوم واحدة من 20 سمارت سيتي في العالم. احنا مش من بينها طبعا، لأنها قررت أن تستعمل تكنولوجيا المعلومات في كل شيء، في التعليم، في طبعا احنا مشكلتنا هنا كثير في جزء منها يتعلق بحبنا للديمقراطية.
محمد بن راشد على تويتر تبعه حط قربت آخر السنة أن تأتي، وكل من لم يحقق smartness of his department سنحتفل بوداعه. حفلات الوداع، بقول حفلات الوداع قربت محمد بن راشد، حفلات الوداع قربت لكل من لم يحقق تنفيذ برنامج سمارتنس في دائرته بكل الدوائر، في الصحة، في المدرسة، في السيارة، في النقل، في المرور، في كل شيء. نحن بحاجة إلى هذا النوع من الإلزام، هذا النوع من اللا ديمقراطية في فرض التغيير. وهذا بتقدر تعمله الستات اللي بتحكموا بأزواجهم، خليهم شوية يتحكموا بالتعليم، يحلوا عنا كرجال ويمارسوا قوتهم على التعليم. أنا بدي المرأة تستعمل قدرتها ونفوذها وجرأتها ودلالها وجمالها وكل ما فيها وجاذبيتها لنغير التعليم. ولذلك أطالب ستي بأن نخرج بفريق عمل من السيدات باسم أمهات لتغيير التعليم، تكون advocacy group، pressure group، سميها ما تريدي. والله لن يحدث التغيير في هذا البلد إلا السيدات في مجال التعليم، مش الأب. الأب ما له علاقة في التعليم، الأم هي المعلم، والأم هي المعلم قلب للمعلم في المدرسة. فأنتوا بدي منكم أنه تنسوا دوركم كسيدات مجتمع وسيدات أعمال وزوجات، وتمنوا تفكروا كيف أولاد هذا البلد، مش أولادي ولا أولادكم، أنتم ما عندكم مشكلة، أنا ما عم بقول تحلوا مشاكل أولادكم، نحل مشكلة أولاد هذا الوطن. لأنه إحنا إذا اللي معانا بالوطن مش مثل أولادنا، إحنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة. أنا هذا تعلمته من الثقافات الدينية، خصوصا الثقافة المسيحية. إحنا إذا لم نستطع أن نشعر بأن كل من حوالينا يجب أن يكون مثلنا، عندنا مشكلة. إذا جارك متخلف وجارك فقير وجارك مجرم، مهما كنت أنت محقق، أنت لن تستطيع أن تعيش بسعادة. أنا أتكلم عن مشكلة الوطن وليس مشكلة أولادكم ولا أولادي. وقلت لك أولادي موجودين بييل وبهارفارد وبلندن سكول أوف إيكونومكس، ما عندي مشكلة، بس البلد عنده مشكلة، وبالتالي أنا عندي مشكلة، لأنه هذا جاري وزميلي وتلميذي وموظفي وبياعي واللي بتعامل معه ووزيري. أنا في عندي تجربة مع وزير بتكلم معه، والله لم يعرف شو معنات الحكومة الإلكترونية. بيقول لي إحنا ماشيين بالحكومة الإلكترونية بس المواطنين معهم مش خبر. قلت له معالي الوزير أرجوك، تعريف الحكومة الإلكترونية هو تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطن. إذا المواطن ما عندهش خبر، ما عملناته، ما عملناش شيء، ما في شيء، كيف يعني كيف تقول لي إنه إحنا عندنا إنجازات بس المواطن لا يعرف عنها؟ وزير، فعندي مشكلة أنا بالبلد، وهذه المشكلة ما بحلها إلا أنتوا، وما تستهينوا بحالكم. إنسان واحد يستطيع أن يعمل التغيير، وأثبت التاريخ ذلك في كل الدنيا. فخلينا نشكل هذه القوة الضاربة وهذه الإمكانية لخوض هذه المعركة لنغير التعليم في هذا البلد، وأتمنى أن يكون على إيدك. هو غير موضوع المحاضرة. نعم. مثل دائما. بس حتى هم دائما معروف انه بحكي مع كل شيء. لا بالعكس، احنا مبسوطين كثير. احنا كان بهمنا نشوفك، بس جميل نشوفك، ناخذ من تجربتك. في صبايا احنا بالبزنس اند بروفيشنال من اسوسيشن نشتغل على الشباب، وكثير استثمرنا بالكرييتيف اندستريز. ذات سيد، احنا مبسوطين هلا من الاسئله، من اللي بده يسمع اكثر عن تجربته بسأل. شو ابو لؤي، شكرا كثير لك. احنا شركاء مع نساء الاردن كلهم، معنا ريم، احنا شركاء مع غرفه تجاره الاردن وصناعه الاردن.